كلنا كنعرفوا انه فاش كتوقع شي جريمه المحاكمه ديال المجرم كتتم في محكمه بطريقه قانونيه، وتيكون القاضي هو اللي تيحكم بهدف تحقيق العداله. ولكن باش تسمع ان انسان كتتم المحاكمه ديالو في محكمه الجن، هادشي اللي غادي تسمعوه في القصه الغريبه ديال اليوم واللي دارت ترند في اليمن على مواقع التواصل الاجتماعي. غادي تشوفوا حتى مقاطع من الفيديو اللي كانت كتتم فيه هذيك المحاكمه والحوار اللي كان دار ما بين طرفين. هاد الشاب اللي كتشوفوا في الصوره من اليمن وسميتو احمد ياسين العنتري، كان خدام عسكري في منطقه شابوه اليمنيه. القصه ديالو بدات تقريبا هادي شهر فاش كان هاد الشاب في الخدمه ديالو بشابوه، وبالضبط من بعد منتصف الليل قال انه بان ليه واحد الشخص اللي غريب ومخيف على هيئه انسان وكان كله مظلم. احمد ملي شاف هذاك الكائن الغريب واقف قدامه من الخوف هز السلاح ديالو وتيرا فيه وقتلو بلا ما يعرف شكون هو. ومن هذيك الحادثه تبدل، ما بقاش في الوعي ديالو وما بقاش هذاك احمد اللي كيعرفوه العائله ولا الاصدقاء ديالو، وتيقولوا انه ديما مغيب وتيهضر بشي هضره اللي ما مفهوماش. العائله ديالو ملي شافوا ولدهم في هذيك الحاله داوه لواحد الشيخ باش يعرفوا اشنو وقع ليه. الشيخ ملي شافو عرف ان احمد تعرض للمس وان الجن هو اللي كيتحكم فيه، وقدر انه يتحدث مع الجن اللي لابسو، وبدا هذاك الشاب كينطق بداكشي اللي وقع ليه في هذيك الليله. وتما قال الشيخ انه فاش كان خدام بان ليه واحد الشخص اللي كان شكله غريب، ومن الظهور المفاجئ ديالو بهذاك المنظر المرعب هز السلاح ديالو تيرا فيه ومات. ولكن من بعد اكتشف ان هذاك الشخص اللي قتل كان من الجن، والقبيله ديالو جات باش تنتقم منه وربطوه وداوه معاهم. وقال ان هذاك الجن كينتمي لواحد القبيله اللي سميتها آل شيخ اللي كاينه في منطقه شابوه، وهما في الاصل من الجن المسلمين. ومن تما ما بقاش كيحس براسو عادي حيت الجن منعوه من الاكل ومن الشرب وحتى من الصلاه، وان هذوك القبيله ديال الجن قرروا انهم يقتلوه، وخصوصا الام ديال الجن المقتول كانت حاقده عليه بزاف. وقال ليه ان واحد من الشيوخ المسلمين اللي كاينين في هذيك القبيله حكم بيناتهم، وقال لهم من الاحسن ان هذه القضيه تدخل لمحكمه الجن وتما ياخذوا الاجراءات ديالهم ويشوفوا باش غادي يحكموا عليه. الشيخ اللي كان تيعالج في احمد قال ان هاد الشاب قارب ايام متتابعه هو فقد الوعي، وكان كيتمتم بكلام اللي ما مفهومش، وهاد القبيله ديال الجن كانت كتحكم فيه يوم على يوم. الجن اللي كان متلبس احمد كان هو الاب ديال الجن المقتول، وكان رافض انه يخرج من الجسد ديالو حتى يقتلو وينتقم لولدو. وكان قال هاد الشيخ في واحد التسجيل صوتي اللي تنتشر ان احمد فاش كانت كتتم المحاكمه ديالو من طرف الجن، كانوا مجموعه من الجن المسلمين واقفين في الصف ديالو كيدافعوا عليه. نخليكم تشوفوا المقطع اللي كان تنتشر من محاكمه احمد من طرف الجن وهو كان كيدافع على راسو كيهضر معاهم. هذا انت منين انت؟ العنت عاد منين؟ صلى على النبي يا شيخ الجيب، ثاني جيب سامة ستحاكمني، صرح للمراد العجوز وبني حرام يتحمل بنبهم، صرحهم مش ناقص كني معي هذا الإنسان علي ناقص العجوز أنا، صراحة من أنا، ولا هذا أم المقتول، ولا يا أم، ما هذا عارف ولي الشرع وأبوها، أبوه جالس مش فاهم. وتنتشر فيديو اخر ديال الشيخ اللي كان كيعالج احمد، ولكن هاد الخطره كان كيهضر مع الجن اللي لابسو واللي كان هو الاب ديال الجن المقتول. كان الشيخ طلب منه انهم يخليو احمد يصلي، وجاوبو الجن وقال ليه حنا غادي نخليو يصلي ولكن عندنا، حنا اصلا جن مسلمين. وجاوبو الشيخ وقال ليه كيفاش غادي يصلي معكم هو ما موضيش، خليه يجي عندنا حنا الانس ويصلي معانا. الاب ديال الجن المقتول انفعل من الطلب ديال الشيخ وقال ليه هو اللي قتل لي الابن ديالي بدم بارد،
وحنا عندنا قانون إلهي من عند الله تعالى يقول أي واحد من معشر الجن إلى أذى شي واحد من الإنس القتل ديالو مسموح، وإلا كان الإبن ديالي هو اللي ظلم غادي نسامحوه. قال لي الشيخ أن الإبن ديالو هو اللي تسيف لأحمد وخوفه، والقتل ديالو كان خطأ، وأحمد ما غاديش يعود مرة أخرى يقرب ليهم. وقال ليه أن الأب ديالو حتى هو حاضر وشهد على هادشي اللي كيتقال. الجن هضر مع الأب ديال أحمد وقال لي واحد الكلام اللي صدمه، تخليكم تسمعوا. هذا والد، هذا أبوه، ما يرضى أبدا، ما يرضى أبدا، مش راضي انت؟ ماشي راضي. اي بالله ونعم فيك ابن حبيب، بنديب ابن حبيب رجاله، والله نذير ابنك هذاك يا خاف الله ايش من عيون داخل. خلاص اتفقنا، اتفقنا على ايش اتفقنا؟ بعد الحكم هذا تمام، ايه اذا طلع الفراق تفرجي عنه تمام، واي حكم يطلع بس تنبه. بس يا شيخ انت مش عارف عما يقول، قال باقي لكم لا جبل الدر بعث لكم كلكم لا لا. قال لهم اب الجن المقتول ان القبيله ديالو دازوا عليها الاف السنين، وشحال من مره كانوا كيتسيفوا قدامه البشر، وكانوا البشر كيخافوا منهم، ولكن ما عمرهم ما شافوا بحال احمد، حيت ما كانش فيه ذره ديال الخوف ولا ديال الندم. اخو علي يتحلف، يتحلف بعد تعمل بذنب بعد اخو، بعد ما تقولوا انا حتى قتلته يسرع من هنا، يسرع والله بتعمل بذنب بعد اخو، والله مش عاد ناقص انا خدني، يسرع له من عندي، يسرع له والله بقتل امه بعد اخو. لو كان بنيري، لو كان مش تعيش ولا بقاتل تتمشى ولا كيف؟ مش قتلته برضاي، إني أقول لك مش قتلته برضاي، مش قتلته برضاي، ليش إيش؟ ليش مش مصدقني أنت؟ خلاص أحمد أولان ده شروط يا أخي شايف كيف شروط، كيف شروط أنت بعقلها بعقلها عشان أختل إنسان آدمي بعقلك انت ذا يا شيخ، وين 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 عقلك انت عارف شيخ، وين عقلك؟ ثاني ثاني ضحي انسان ادمي، خلاص مش عاد تقتل، دخل معه ما يمشي، لا لا دخل معه بيد امه مع بني ومع قبيلته مش معه شيخ مش انا كيف جميعا. من بعد المحاولات ديال الشيخ باش يقنع الاب ديال الجن المقتول أنا داك الشي اللي وقع لولده كان عن طريق الخطأ، ويسامحوا أحمد على الغلط اللي ما كانش مقصود، والدليل هو أنه كان كيدافع على راسه في المحاكمة ديالو، وطلب منه أنه إلى حكمات عليه المحكمة بالإفراج ما يبقاوش يتعرضوا ليه مرة واحدة أخرى. الأب ديال الجن المقتول وافق على هذا الطلب. هاد القضية دارت ضجة كبيرة في اليمن، ومن بعد انتشار هاد المقاطع ولا كل شي كيتسنى أش غادي تكون النتيجة ديال الحكم على أحمد. وبالفعل انتشر مؤخرا واحد الخبر اللي تصدر عناوين مواقع التواصل اليمنية، واللي تأكدوا فيه أنه تم الإفراج على أحمد، حيث الأب ديال الجن المقتول تنازل على القضية ديال ولده وسامح أحمد، وطلب من الأب ديالو أن الإبن ديالو ما يبقاش يتهور ويتعرض لهم، وحتى الأب ديال أحمد طلب نفس الطلب من الأب ديال الجن. كانت هذه هي قضية محاكمة الشاب اليمني من محكمة الجن، وكيف العادة كاين الناس اللي كذبوا هاد الشي اللي وقع، وناس اللي قالوا أن هاد الشي كاين في الحقيقة. الصراحة بغيت نعرف الرأي ديالكم حتى انتم في التعليق ديال الفيديو، وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا هاد القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.